متابعينا الأعزاء، متابعي الحوار، مرحبا بكم في هذه الافتتاحية الجديدة من افتتاحيات الحوار. يثور جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن غرد، إن صح التعبير، فيصل القاسم وهو صحفي وإعلامي على قناة الجزيرة في أحد تغريداته على تويتر، جاء فيها نظام يتآمر مع أثيوبيا ضد مصر، ونظام يتحالف مع إيران ضد العرب، نظام يعادي جاره العربي المغرب، ثم قال شو قال؟ يريد لما شمل العرب في قمة عربية، تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح، صب يا عمي صب. هذه هي التويتة أو التغريدة اللي كتبها فيصل القاسم وأثارت هذه الزوبعة في مواقع التواصل الاجتماعي. هل تستحق الرد؟ هل هذا كلام يستحق أن نرد عليه؟ بطبيعة الحال هو لزام علينا أن ندافع عن وطننا وعن بلدنا من أي هجمة، سواء كانت هجمة إعلامية أو هجمة حقيقية يعني عسكرية. ولكن بالذات فيصل القاسم، لو نتتبع مساره في الإعلام ومساره الشخصي، نكون أمام شخص تقريبا مريض أو مهووس بإثارة النعرات وإثارة الفتن ما بين الناس. عنده أكثر من 30 سنة منذ أن تأسست وفتحت قناة الجزيرة في قطر، وهو يقدم برنامج اسمه الاتجاه المعاكس. فكرة هذا البرنامج هي إحضار ضيفين للتعارك مثل الدياكة، يحضر شخصين لا يتفاهمان، لا يتفقان، ويقوم بإشعال المعركة بينهما على مدار ساعة أو ساعة ونصف أمام الشاشات. هذا البرنامج لعب دورا كبيرا في تأجيج الكثير من الفتن في مختلف الأقطار العربية والإسلامية، وبدون شك كلنا تابعنا كيفية إدارة هذا البرنامج في حرب غزو العراق سنة 2003، وساهم بشكل كبير في إثارة المعارك والفتن ما بين الشيعة والسنة في العراق، أيضا في لبنان. لا يتوانى هذا البرنامج أيضا عن إثارة النعرات ما بين أبناء الوطن الواحد حتى في خارج ظروف الحرب. يعني كنا تابعناه في مثلا في الربيع أو ما يسمى بالربيع العربي، وطريقة أداء وتقديم هذا البرنامج. إذن فيصل القاسم، أنا في نظري وفي تقديري، ليس بالقامة الإعلامية أو بالشخصية التي يمكن أن نستفيد منها أو نأخذ منها أمرا قد ننتفع به كإعلاميين، احنا كإعلاميين، أو أيضا ما يفيد به الجمهور. كل ما نعرفه من برامجه هو الفتن والمعارك والسب والشتم، ووصلت في بعض الأحيان في داخل البلاطو، أن يعني وين وقعت ضرب بالأيدي وتشابك بالأيدي. ولكن لو نحلل الكلام الذي كتبه في هذه التغريدة جملة جملة، سوف نجد أنها مجرد تغريدة، كلام هي تنهيقة مش تغريدة. يعني لو كان نحلل ونعطي الوصف الحقيقي لما كتبه فيصل قاسم، هذه تنهيقة وليست تغريدة، حاشا أن يكون تغريد العصافير بهذا النشاز. نظام يتآمر مع أثيوبيا ضد مصر، هذا كذب. هل الجزائر تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فعلا في أرض الواقع؟ هل هذا شيء موجود؟ أم مجرد أنه رئيس الوزراء الأثيوبي زار الجزائر، خلاص يا فيصل القاسم معناها أن الجزائر ضد مصر؟ أو أيضا الحكام تاع المغرب يذهبون دائما إلى مصر، هل نقول أن النظام المصري يتآمر ضد الجزائر على الجزائر؟ هذه علاقات دولية عادية جدا. تمنينا أن فيصل القاسم يتكلم عن زيارات الكيان الصهيوني ووفود الكيان الصهيوني في زياراتهم للمغرب، لماذا لم تتكلم عنها يا فيصل؟ ثم إن رئيس الوزراء الأثيوبي نفسه زار وما زال يزور مصر في كثير من المرات، لعلك تلمح إلى مسألة وقضية وإشكالية سد النهضة. الجزائر تعهدت
أنها سوف تلعب دور الوسيط لحل هذه الأزمة، وما زالت تسعى في هذا المسار. والرئيس عبد المجيد تبون زار مصر واستقبل استقبالا رائعا، وكانت حفاوة الرئيس المصري والشعب المصري وكرمهم لعبد المجيد تبون يعني يسجل بحروف من ذهب. والآن العلاقات بين الشعبين الجزائري والمصري علاقات متميزة جدا جدا. الآن أعتقد أنه العلاقات الجزائرية المصرية في أزهى وأبهى صورها، لم تكن هكذا على مدار التاريخ. في السنوات الأخيرة العلاقات الجزائرية المصرية علاقات متميزة وعلاقات رائعة، وأنت فقط تريد إثارة فتنة، يعني تريد من خلال هذه التغريدة ربما بعض السذج يصدقون كلامك فتنشب على أمل أنه تنشب مشكلة ما بين الجزائر ومصر، ولن يكون ذلك إن شاء الله. ثم تقول نظام يتحالف مع إيران ضد العرب، متى حدث ذلك؟ متى تآمرت الجزائر مع إيران؟ أعطينا لمحة أو أعطينا فكرة أو أعطينا مثال، كيف تآمرت الجزائر مع إيران؟ يعني متى حدث ذلك؟ أين؟ ما هي مظاهر هذا التآمر؟ يعني هو كلام، يعني كلام من أجل الكلام، هكذا تسويق. أنت فقط تريد إثارة فقاعة ليهتم الناس بك، لأنك أنت تدري وأنت تعلم يا فيصل القاسم أنك مجرد حشرة، أنت مجرد حشرة، مثل ما قال الأستاذ محمد يعقوبي في مقاله بالأمس، قال بعض الحشرات لكي تثبت وجودها تقوم بإثارة هذا الضجيج، صرصور يعني في الليل يغني ويصدر تلك الأصوات فقط لينتبه الناس أنه هناك صرصور في البيت. ولكن في الأخير يعني أنت يعني كلام غريب. أنا والله لما نشوف إعلامي يكتب كلام كهذا بدون أدلة بدون سند بدون، لعلك تلمح إلى أن الجزائر أصرت وألحت على أنه يجب أن يكون أو أن تكون سوريا موجودة في القمة العربية القادمة وإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ربما هذا أزعجك وجعلك تفهم بأن الجزائر تتآمر مع، ربما أنا هكذا قرأت الموقف، ولا أعتقد أنه هذا التصور صحيح. بالعكس، كان من المفروض لو كانت عندك ذرة من الوطنية وأنت تحمل جنسية بريطانية منذ عقود، أنت ما عندكش الجنسية السورية أو الجنسية السورية، أنت واضحة فقط للاستئناس، ما عندكش النخوة والأنفة اللي موجودة عند العرب، ولا تحمل أخلاق العرب، أنت تحمل أخلاق البريطانيين الصهاينة. أنا لا أريد أن أتكلم عن ديانتك، هذا أمر يخصك، ولكن في دمائك لا تسري الدماء الأصيلة التي من خلالها ربما نستشف أو نجد نلقوا فيك يعني نوع من الرجولة ونوع من حتى المروءة لمعروفة عن الإنسان في هذه المنطقة. أنت تحمل الجنسية البريطانية وتريد أن تشعل المنطقة، ولا يهمك أنه سوريا أو العراق أو الجزائر أو المغرب أو أي بلد يحترق، أنت لا يهمك لأنك تعيش بريطانيا وتحمل الجنسية البريطانية. المفروض لو كنت جيت سوري أصيل حتى وتكون معارض للنظام السوري، لا يجب أن تسعى لعزل بلدك عن العالم. مشكلة الشعب السوري مع نظامه سوف تحل بأي طريقة من الطرق، وهذه مسألة تخص الشعب السوري، ولكن أن يكون هدفك فقط عزل بلدك، عزل 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 سوريا لأنك أنت ما تحبش النظام السوري، وأنا أعرف جيدا بأنك تتمنى لو أن الحرب تستمر في سوريا والتقتيل يستمر في سوريا، وأنت تنعم بالجنسية البريطانية وبالامتيازات الممنوحة ممنوحة لك في أين أنت توجد يعني في قطر. ثم تقول يعادي جاره العربي، هكذا جاره العربي المغرب، هذا أيضا كلام من المفروض يؤكد أنك شخص مريض ومهتز نفسيا مختل نفسيا تحتاج إلى علاج. هذا البلد اللي هو المغرب، المملكة المغربية،
وهم جيراننا. نقاط خلافنا معه أنه أحضر جيش الكيان الصهيوني ووضعه على الحدود وهدد الصهاينة الجزائر من الأراضي المغربية. كلامك من المفروض يوجه أو تتوجه لو كان عندك بواقي ضمير وبواقي أخلاق أنك تتكلم وتنصح المغاربة بأن لا ينساقوا هكذا وراء التطبيع، التطبيع الذي أخذ أشكال عديدة وغير مسبوقة. ما بين الآن نلاحظ حتى بالأمس كان تطبيع فني، يعني الكثير من الفرق الفنية الصهيونية دخلت الآن تقدم عروض مسرحية تسيء إلى العروبة وتسيء إلى الإسلام وتسيء إلى شخصياتنا العربية والإسلامية. الآن تقدم عروض مسرحية داخل في المغرب، وأيضا فنانين مغاربة ذهبوا إلى الكيان الصهيوني. تمنينا لو أنك أنت مسرحي متخصص في النقد المسرحي، أنت في الأخير ماكش إعلامي ولست من أبناء الإعلام على الأقل في دراساتك الأكاديمية، احنا على بالنا أنه عندك دكتوراه في النقد المسرحي. تمنيت لو أنك توظف شهادتك وتوظف كفاءتك في المسرح وتتكلم على هذا الموضوع، على التطبيع الفني لما بين الكيان الصهيوني والمغرب، وهو تطبيع غير مسبوق بالإضافة إلى التطبيع العسكري. فالجزائر وأنت كذبت لا تعادي المغرب إطلاقا، ولكن ما يأتينا من المملكة المغربية هو الذي يستحق أن يسلط عليه الضوء. أنت إذن لم تتكلم عن التطبيع. ثم تقول، تعطي مثل، تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح، صب يا عمي صب، يعني سوقية. سوقية، هذه سوقية يفترض أنه لا تبدر من دكتور ولا تبدر من إعلامي إذا سميناك وإذا قبلنا وسلمنا على أنك شخصية إعلامية مهمة. أنا شخصيا أراك تافه، يعني ما يتقدم برنامج، يعني كل عملك في الإعلام، كل عملك في الإعلام هو برنامج حواري، مش حواري، برنامج صدامي ما بين شخصيات مختلفة في آرائها وفي مواقفها تشعل بيناتهم الفتن. أنا بالنسبة لي هذا مش عمل إعلامي، هذا تابع لدراستك المسرحية ورغبتك وشهوتك المستمرة في إثارة النعرات والفتن. يعني السوقية هذه اللي في الأخير صب يا عمي صب، يعني صب يا عمي صب، يلا نشرب وشراب، يعني الخمر، صب يا عمي صب، يعني عربيد في الأخير، أنت مجرد عربيد، صب يا عمي صب. حبيت تقول أنه الماغوط وكاسك يا وطن، ما لا، ليس هذا مقامها وليس هذا مكانها. وأنا متأكد بأنك غدا أو بعد غد خلال الأيام القادمة سوف تكون لديك تغريدة أخرى ضد المغرب، وتثير أيضا المغاربة وتثير الجدل كما تحب أن تفعل. والله احنا ردنا عليك فقط، احنا ردينا عليك لتوضيح الرؤية للناس، هو أن الجزائر استقبالها الأثيوبيا ما في حتى تآمر، هي علاقة طبيعية، وحتى رئيس الوزراء الأثيوبي علاقته طيبة مع النظام المصري والشعب المصري، يزورهم ويزورونه، والجزائر تلعب دور الوسيط لحل مشكلة سد النهضة. فلا داعي للانسياق والانقياد وراء هذا النعرات وإثارة النعرات وإثارة الفتن. كانت هذه افتتاحيتنا نهار اليوم، نلتقي إن شاء الله في افتتاحية جديدة. لذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.